السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد وملخص في صورة خريطة ذهنية بتلخص كيفية تقسيم الأنسجة النباتية وأنواعها المختلفة. بنبدأ مع بعض إن شاء الله بالأنسجة النباتية. كيف تقسم الأنسجة النباتية؟ إما بتقسم حسب وظيفتها، الوظيفة بتاعتها في النبات، أو حسب قدرتها على الانقسام. إذا كانت قادرة على الانقسام، يعني النسيج ده خلايا تقدر تنقسم، يبقى دي بنخليها خلايا، بنسميها خلايا ميريستيمية، ميريستيماتيك تيشو. وإذا كان فقدت هذه القدرة على الانقسام وبقى لها شكل محدد ووظيفة محددة، فهي أنسجة دائمة. الأنسجة الميريستيمية يمكن أن تقسم مرة أخرى حسب مكانها في النبات، فإذا كانت طرفية أو بينية أو جانبية. إذا كانت طرفية فاحنا بنتكلم على قمة الساق بالشكل ده كده، الجزء اللي فوق ده اللي هو البرعم الطرفي، بنتكلم على القمة النامية أو طرف الساق بالشكل ده كده اللي هو هيدي النمو الأولي. وهل في طرف تاني؟ أيوه، الطرف الخاص بالجسر اللي بنسميه النسيج الميريستيمي في الجسر، اللي هو مسؤول عن استطالة الجسر. النسيج البيني، النسيج البيني لو بصينا كده، ادي قطاع طولي في النبات، ادي قطاع طولي في النبات، فبنلاقي الابيكال ميريستم او النسيج القمي ده مكانه، والنسيج اللاترال او الجانبي بيكون بالشكل ده بالمنظر ده كده، وبنلاقي الانتر كالوري او النسيج البيني بيكون في قواعد الاوراق او في الاماكن بتاعت الاستطاله الطوليه. ده مسؤول عن التكوين، النمو الاولي، ده مسؤول عن بقيه الاستطاله، انما ده لما هيجي ينمو هيكون النمو بتاعه الاتجاه للداخل والخارج، يعني ده مسؤول عن زياده سمك الساق. طب تعال نبص كده على الميريستيم الجانبي، زي مين؟ زي الكامبيوم الوعائي والكامبيوم الفليني. الكامبيوم الفليني ده بيتكون، هو جانبي وفي نفس الوقت هو ثنائي المنشا زي ما هنشوف دلوقتي كده. ليه؟ لان هو بينشا من خلايا برانشيميه، يعني خلايا دائمه استعادت نشاطها مره اخرى، وابتدى ينقسم عشان يديني طبقات الفلين اللي هي بنستعيد عنها النبات، بيستعيد بالبشره اللي تم اتمزقت نتيجه النمو الثانوي او زياده في سمك جذع الشجره او النبات. زي الكامبيوم كمان الوعائي اللي هو سواء الحزمي او بين الحزمي. الكامبيوم الحزمي اللي هو داخل الحزمه الوعائيه اهو هنا، ده وده. طب فين اللي بين الحزمه الوعائيه؟ اهي المنطقه دي بالشكل ده كده. ادي شكل اخر، ادي الكامبيوم الحزمي اللي هو جوه داخل الحزمه الوعائيه، ونفس الشيء هنا، والمنطقه دي اللي هو الكامبيوم بين الحزم الوعائيه، نفس الكلام في الصوره الاخيره. طيب نيجي حسب نشاتها، اذا كان المنشا اولي يعني جاي من الجنين بدايه من اول البادره وكده، ده بنسميه ميريستيم اولي، يعني لم يفقد قدرته على الانقسام في اي مرحله من مراحل نمو النبات. أما إذا كان فقد قدرته على الانقسام لفترة من الوقت ثم استعاد هذه القدرة مرة أخرى، فبنسمي هذا الميريستيم ميريستيم ثانوي، زي الكامبيوم الفليني مثلا، وزي الكامبيوم بين الحزم، لأن دول منشأهم عبارة عن إيه؟ خلايا برانشيمية استعادت قدرتها على الانقسام وابتدت تنقسم وتديني سواء الفلين أو الخشب واللحام. ده من حيث الخلايا الميريستيمية. بالنسبة للخلايا الدائمة أو الأنسجة الدائمة، دي بتكون يا إما بسيطة أو مركبة. دائمة بسيطة يعني إيه؟ بسيطة يعني كل الخلايا ذات شكل واحد ووظيفة واحدة ومنشأ واحد غالبا يعني. أما المركبة لا، بتكون قصة تانية وهنشوفها دلوقتي. فنيجي نتكلم على النسيج البسيط، ناخد أمثلة ليه: الخلايا البرانشيمية، الكولانشيمية، الاسكلانشيمية. الاسكلانكيما اللي هي الخلايا يعني غالبا التغليظ بتاعها من اللجنين، والكولانشيما بيكون التغليظ بتاعها من السليوز بس غير متساوي على اجزاء الجدار. وتعالى نشوف ان النوع الاولاني الخلايا البرانشيميه بانواعها المختلف. فبنلاقي من حيث الاشكال اهو، هنلاقي خلايا مستديره بالمنظر ده تقريبا. الخلايا طبعا احنا مش بنتكلم على اشكال هندسيه، هنقول بالتقريب يعني، هنلاقي ان هي بتلامس بعض تقريبا في نقطه واحده او مسافه صغيره جدا. المسافات البينيه ممكن تكون مسافات زي ما احنا شايفين كده ما بين اربع خلايا، وادي المسافه البينيه اهي، او بتكون في شكل مثلث ما بين ثلاث خلايا. يعني لو ثلاث خلايا جم جنب بعض، المسافه اللي هتبقى بينهم دي هتبقى مثلثه، بنسميها المسافات بينيه. طب لو كانوا اربع خلايا زي كده هتبقى شكل مستطيل بالمنظر ده كده. الخلايا المضلعه لا، نفس الشيء، بس هنلاقي مسافه التلامس ما بين الخلايا مسافه طويله شويه زي ما احنا شايفين كده، عشان كده بنسميها مضلعه.
ايضا المسافه ما بين 3 خلايا بتكون عامله زي المثلث بالشكل ده، لو ما بين 4 خلايا بتكون خلايا مسافه بينيه مربعه بالمنظر ده كده، او زي هنا او زي هنا. في انواع تاني فراغيه او هوائيه. فين الخلايا؟ الخلايا اهي كل اللي احنا شايفينه ده، دي عباره عن خلايا برانشيميه، ده عباره عن الفراغ ما بين الخلايا، غالبا بتوجد في النباتات المائيه. في شبيه ليها شويه نفس الكلام، ولكن بتاخد شكل نجم زي ما احنا شايفين. هي فين الخليه؟ لو بصينا كده على ادي جدار الخليه اهي، اللي هي عامله زي اذرع بالشكل ده، ليها 5 اذرع، 1 2 3 4 5، اهو بدايتها من هنا 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 هنا، ودي خلايا تانية، ودي وهكذا، وبينها فراغات بالشكل اللي احنا شايفينه، فوفقا لشكلها بنقول عليها خلايا نجميه. في خلايا برانشيميه ذات ثنايات، لو بصينا كده اهي كل دي، طبعا اللي جوه ده عباره عن صبغه، الفراغات دي هنسيبها دلوقتي، دي علاقات ليها علاقه بالضغط او الغدد يعني. لكن تبص كده للخلايا الجدر اهو، لو انا دققت شويه اهو هتلاقي الجدار ماشي بالشكل ده، وايه وفي ثانيه للداخل اهو، ثنايات للداخل بالشكل ده، عشان كده بنسموها خلايا ذات برانشيميه ذات الثنايات. خلايا تخزينيه ايا كان بقى شكلها، المهم لو غالبا بتكون مستديره او مضلعه او غير منتظمه، بنلاقي زي ما احنا شايفين كده جواها عباره عن دي النواه، ولو صبغنا بالايودين هنلاقي في نشا بياخد اللون الازرق اللي احنا شايفينه، يبقى وظيفتها التخزين. خلايا برانشيميه اذا تواجد فيها بلاستيدات خضراء ففي الحاله دي بنسميها خلايا كولرانشيميه نتيجه ايه؟ الكولرينكما. دي هي كولرينكما ليه؟ عشان الكلوروفيل اللي موجود فيها، اللي موجود داخل البلاستيدات. طيب ده وفقا للي قلناها يعني. طبعا واحنا بنتكلم ناخد بالنا من حاجه، ناخد بالنا ان خلايا الكولرانشيميه دي خلايا برانشيميه، احنا لما هناخد بعد كده ان شاء الله في توزيع الانسجه هنلاقي فين بتوجد الخلايا البرانشيميه. فلازم ننتبه بس ان بعض الخلايا بيوجد في بعض النباتات ممكن او في اماكن معينه، يعني دي خلايا كولرانشيميه فيها بلاستيدات، يبقى احنا الوظيفه بتاعتها ايه؟ طالما بلاستيدات امتصاص الضوء، يبقى هل نتوقع انها تبقى جوه في قلب القطاع ولا تبقى بره؟ تبقى بره عند البشره يعني. نيجي للنوع الثاني من الانسجه البسيطه اللي هو الخلايا الكولانشيميه. طيب الخلايا البرانشيميه زي ما احنا شفنا بانواعها المختلفه الجدار بتاعها رقيق وغالبا من السليلوز. الخلايا الكولانشيميه بيكون الجدار بتاعها سميك وغالبا برضه من السليلوز، ولكن غير منتظم على اجزاء الجدار. يعني لو بصينا هنا في الخلايا دي، هي فين الخليه؟ اللي احنا شايفينه ده الفراغات الخلايا، يعني الخليه الاصليه بتمشي اهو، دي الخليه الاصليه، لو احنا دققنا في الجدار هنشوفه اهو الخليه الاصليه بالشكل ده كده. اللي بيحصل بقى التغليظ بيكون على المناطق دي اكبر ما بين الخلايا، يعني المسافه الجدار مغلظ ما بين الصفوف اكتر ما بين الخلايا هنا في المنطقه دي، يعني هنلاقي المسافه اهو، المسافه دي كلها، المسافه دي عباره عن جدار الصف ده والصف ده، فكبيره بالشكل ده، انما هنا المسافه بتكون صغيره بتاعه التغليظ، كميه قليله، ده بينتج عنه ان الخلايا بتبقى كانها مترتبه في صفوف بالشكل ده، عشان كده بنسميها صفائح، هي زي الصفائح فوق بعضها. النوع الثاني بتكون عباره عن خلايا كولانشيميه زاويه، لو بصينا عليها كده الجدار حتى الخليه الاصلي باين زي ما انتم حضراتكم شايفين، فبيجي التغليظ اللي هو لونه مزرق شويه ده حسب الصبغه اللي احنا حاطينها، طبعا دي البشره هنا اهي، فبنلاقي ايه؟ بنلاقي ان التغليظ على الزوايا، يعني الجدار الخليه بتفرز التغليظ، هنا الجدار التغليظ رقيق جدا، لكن يجي عند الزاويه التغليظ يبقى كبير، والزاويه دي والخليه دي نفس الكلام، والخليه دي نفس الكلام وهكذا، فبتكون النتيجه الشكل اللي حضراتكم شايفينه ان تغليظ السلوز بيكون غير متساوي على اجزاء الجدار الخليه الواحده، فبينتج عنه الشكل اللي حضرتك شايفينه. شبيه منه اللي هي الخلايا اللي بنسميها الفراغيه، كولانشيما فراغيه، زي اللي فاتت دي بالظبط، ولكن في الزوايا برضو التغليظ في الزوايا زي ما احنا شايفين، لكن نتيجه ايه؟ ما بيقفلش، يعني هنا ايه؟ هنا التغليظ ده ضغط على الجدار بتاع الخليه دي، التغليظ ضغط على الجدار من هنا، وده ضغط من هنا، وده ضغط من هنا، فاصبح ما فيش مسافه بينيه، قفلت يعني. اما هنا لا، في بعض الفراغات زي ما انا معلم عليها كده موجود، فبنسميها فراغيه. نيجي للنوع الثالث من النسيج البسيط اللي هو سكلرانشيما، دي اللي هي بتبقى خلايا جدارها غليظ ومن اللجنين مش السليلوز زي اللي فاتوا، فبنلاقي فيه الالياف بالشكل ده كده، الخلايا بتكون مضلعه وهذا الشكل المضلع اللي انتم شايفينه حضراتكم، كل ده عباره عن التغليظ بتاع الخليه كبير جدا يعني، وده الفراغ بتاع الخليه زي ما حضراتكم شايفين. هتلاحظوا هنا كمان في تركيب جميل جدا الحقيقه لازم نشير اليه، هتلاقوا فيه شعيرات رفيعه خالص، خطوط رفيعه بالشكل ده اهي، بتصل ما بين الخلية والخلية، نفس الكلام اهو هنا
اهو بصوا فين هنا، بصوا فين هنا، دي بنسمي اللي هي النقر البلازميه اللي هي بتصل ما بين خليه الى اخرى عشان يبقى في تواصل ما بين الخلايا. النسيج بتاع الالياف ده بيوجد كطبقه كامله غالبا، خلاص ممكن يكون مرتبط تحت خلايا البشره، ممكن يبقى موجود فوق اللحاق، المهم بيوجد في مجاميع او في طبقه كامله. النوع الثاني من الخلايا السكرانشيميه بتكون بنسميها خلايا حجريه، لانها بتوجد اما مفرده او في تجمعات، ما بتكونش في طبقه كامله غالبا يعني، لكن في كل حاجه ليها استثناءات. فبنلاقي الخليه مضلعه بالشكل ده كده، ونلاقي ادي الفراغ بتاعها وده كله سمك الجدار. امال ايه الخطوط اللي بينها دي؟ دي عباره عن النقر اللي موجوده اللي بتصل ما بين خليه الى اخرى، اللي هي عباره عن نقر بسيطه. ده كله كان النسيج الدائم البسيط. طب تعالى ننهي بقى بالنسيج المركب، اللي هو بيتكون من اكتر من نوع من الخلايا. فده في عندنا مثالين، الخشب واللحاء. هنلاقي الخشب بيتكون من اربع حاجات، الياف وبرانشيما زي ما احنا شرحناهم قبل كده، وفي اوعيه وفي قصيبات اللي هي الانابيب، سميها زي ما تسميها، الاوعيه اللي هي بتوصل الميه من الجذع الى باقي اجزاء النبات. الاثنين دول وظيفتهم غير توصيليه، اما التوصيليه هي الاوعيه والقصيبات. لو بصينا كده اللحاق هنلاقي نفس الكلام، الالياف البرانشيما غير توصيليه زي الخشب، التوصيليه فيها عندنا الانابيب الغرباليه، طبعا بيبقى يكون موجود هنا كمان حاجه تانية بس مش وظيفتها التوصيل، اللي هي الخلايا المرافقه. هنا الشكل اللي قدامنا ده عباره عن قطاع عرضي اللي هو اللي فوق ده، وزيه بالطول، لو انا خدته بالطول هيبان ازاي؟ فالجزء اللي بره ده، ده البشره بتبان بالشكل ده، الجزء ده القشره، القشرة دي اللي هي المسافة ما بين البشرة والحزمة الوعائية اللي احنا شايفينها قدام حضرتك، بتكون خلايا برانشيمية. وبعدين دي الألياف قطاع فيها، وآدي دي خلايا الألياف، آدي خلايا برانشيمية، آدي خلايا اللحاء بالشكل ده، خلايا اللحاء اللي هي دي أهي، ده الطول بتاعها. هنا خلايا الخشب، كل المسافة من أول هنا لغاية هنا اللي هو كل ده. وطبعا ده على تفصيل بعد كده ان شاء الله، كل من نوع من دول هيبقى في فيديو مستقل. يبقى بنلخص اللي احنا قلناه مره ثانيه، يبقى الانسجه الوعائيه بتتقسم حسب قدرتها، في ميريستيميه وفي دائمه ميريستيميه، وقسمناها حسب مكانها او حسب نشاتها، نشاتها اوليه او ثانويه، مكانها طرفيه بينيه جانبيه، وشفنا الامثله بتاعتها، والدائمه شفنا اذا كانت بسيطه او مركبه. طب نروح بقى حسب وظيفتها. الحقيقه فيها ثلاث انواع، لما انا باخد قطاع كده بيكون في ثلاث انواع، اللي هو خلايا البشره، وبعدين في حاجات اللي هي الحزمه الوعائيه، وفيما عدا ذلك اسمه حشوه. يعني ايه؟ يعني نبص كده مع بعض في القطاعات اللي موجوده عندنا دي كده. ده قطاع ساق فلقه واحده، فلقتين، وادي الجذور بصرف النظر، يعني عليه فيديو مستقل، لكن احنا لما بصينا هنا هنلاقي ثلاث حاجات في كل قطاع من دول. هنلاقي هنا اللي بره ده اللي بيحيط باي قطاع ده خليها البشره، ادي هنا نسيج الاولاني، نسيج البشره وملحقاته. وادي الكور اللي احنا شايفينها دي، او الدوائر دي، او ايا كان شكلها، دي عباره عن حزام وعائيه. فيما عدا يبقى اذا ده بشره ودي حزم وعائيه، اللي بينهم ده كله عباره عن نسيج اساسي اللي هو بيملا القطاع. طيب هنا نفس الكلام، ادي البشره بره هنا نسيج البشره، وهنا بقى ادي الحزم الوعائيه جنب بعضها بس هنا مترتبه في صف واحد او في حلقه واحده. المسافه ما بين البشره وبين الحزم الوعائيه دي اسمها قشره. طب واللي جوه ده اسمه نخاع. طب هنا ما كانش موجود كده؟ لا، ليه؟ عشان مش مترتبين في حلقه واحده. ده ساق ذوات فلقة واحدة، وده اللي فيديو مستقل. طب وهنا النسيج الأساسي، طب وده الجذر، نفس الكلام، أدي البشرة فوق أهو، وأدي هنا مش حزمة وعائية، هنا الخشب أذرع، الخشب واللحاء. المسافة من أول البشرة لغاية الخشب واللحاء دي قشرة، هنا واضح إنها كبيرة، والمسافة اللي في النص دي اللي هي النخاع. نفس الكلام هنا، أدي البشرة بره، وأدي الخشب واللحاء موجودين جوه، تقريبًا هنا مفيش نخاع، خلاص اتقفل، يعني نسيج الخشب انضم على بعضه وما بقاش فيه نخاع، وبقت القشرة كبيرة جدًا بالشكل ده، وده ليه فيديو مستقل. النسيج الأساسي بقى اللي هو غير، يعني ابعد عن البشرة وشيل الحزم الوعائية من الحسبان، أي حاجة تانية شايفها في القطاع دي ممكن تبقى خلايا بقى برانشيمية أو كولانشيمية أو ألياف، والحقيقة في حاجة رابعة كمان متبقى موجودة اللي هي كولارانشيما، اللي هي نوع من أنواع البرانشيما، عشان كده ما حطيتهاش لوحدها. البرانشيما هنا بأنواعها المختلفة، هل كل الأنواع؟ لا، أنواع معينة اللي هي المضلعة أو المستديرة، والكولارانشيما اللي فيها بلاستيدات بتكون على السطح عشان دي بتعمل بناء ضوئي. وطبعا كولارانشيما أتوقع ألاقيها في الجسر؟ أكيد لا، فبتبقى موجودة في الساق أو في الورقة.
الحزم الوعائيه بتتكون من الخشب واللحاء، احنا لسه شارحينهم دلوقتي اهو بالشكل ده كده، دي على بعضها حزمه وعائيه، لما بيكون الخشب بالمنظر ده خلاص، وادي اللحاء اهو مع بعض بالشكل ده كده حزمه وعائيه. نفس الكلام هنا، ادي اللحاء اهو وادي الخشب بيحيط بها بعض خلايا الالياف، وبرده دي حزمه وعائيه. وطبعا شكل الحزمه الوعائيه بالشكل ده معناها ان هي ساق، لان في الجذر زي ما هناخد بعد كده ما بيكونش في شكل حزمه وعائيه ولكن في شكل اذرع. النوع يبقى كده التوصيل، وادي الحشوه الاساسيه. تعال نروح بقى للبشره، طبعا بتكون وظيفتها الحمايه واحاطه النبات، فبنبدا بالادمه او الكيوتيكل، الطبقه بتكون فوق على السطح بتغطي خلايا البشره، بتكون يا اما طبقه رقيقه من الكيوتين بالشكل ده كده او الشمع، وبتكون بتحيط او ماشيه موازيه لخلايا البشره زي ما احنا شايفين اللي هي الطبقه اللي فوق دي اهي، لكن بتيجي طبعا بتقف لغايه قبل الخلايا الحديثه بتاعه الثغور. ممكن تبقى سميكه جدا بالشكل ده كده وماشيه بطول النبات كله، بتغطي النبات كله باشكالها المختلفه زي ما احنا شايفين، رقيقه او سميكه، معرجه او منتظمه، دي كلها اشكال الادمه. خلايا البشره بتقسم حسب شكلها خلاص، اذا كانت مضلعه ولا مستطيله، وده في الشكل السطحي طبعا، او اذا كان الجدار بتاعها متعرج ولا مستقيم. فبنلاقي مثلا شكله ادي خليه البشره خلايا مضلعه، تقريبا الخلايا ضلوع قد بعضها، او بنلاقيها الخلايا مستطيله. وبنشوف كده الجدار ممكن تكون خلايا مضلعه زي كده والجدار معرج، او خلايا مستطيله والجدار مستقيم، او خلايا مستطيله والجدار معرج حسب شكلها يعني. ملحق بخلايا البشره احنا قلنا فوق البشره الادمه، ممكن يكون خارج منها شعيرات. ايه الشعيرات دي؟ بتتفرع بقى حسب عدد خلاياها، هي بتتكون من كام خليه؟ هل هي خليه واحده ولا خليتين ولا عديده الخلايا؟ التفرع بتاع الشعيره دي هل هي غير متفرعه ولا متفرعه؟ وبتنتهي بغده ولا ما بتنتهيش بغده؟ فتعالى لو بصينا هنا مع بعض اهو، لو بصيت على الشعيره دي اللي انا بشاور عليها، الشعيره دي خليه واحده والشعيره دي خليه واحده وهكذا. طب الشعيره دي خليه واحده وبتنتهي بغده الشكل اللي احنا شايفينه ده كده اهو، دي اشكال مختلفه من الشعيرات. في تاني اهي دي خليه، يبقى تعالى نبص كده لما بنوصف اي شعيره بنقول الشعيره دي خليه ولا اكتر، دي عديده الخلايا، متفرعه ولا لا غير متفرعه، هل بتنتهي بغده يبقى لا غديه. تعالى نبص هنا، دي خليه واحده، شعيره خليه واحده، ايوه متفرعه، نعم غديه، لا غديه. تعالى نبص هنا، الخليه انا بشاور عليها دي شعيره عديده الخلايا غير متفرعه لا غديه. طب هنا شعيره عديده الخلايا غير متفرعه، غديه بتنتهي بغده هنا، وهكذا خلاص باقي الاشكال. طب تعالى يبقى احنا كده شفنا بالنسبه للبشره، شفنا الادمه كيوتيكل من بره، خليه البشره بتحيط بتحاط بيه بالادمه اللي بيكون من الكيوتين والشمع يعني طبقه من الواكس، وفيها خارج منها شعيرات، وممكن يكون فيها فتحات. ليه؟ عشان الثغور، عشان تقوم بعمليه البناء الضوئي او التنفس او النتح، ثلاث وظائف اهم. شكل الخلايا الحارسه اللي بتحيط بالثغر بتحرسها يعني، وتكون سبب انها تفتح او تقفل، كلويه الشكل، هي عامله زي الكليه، خليتين اهم كلويه الشكل، او بتكون دامبل شيب اللي هي فين؟ اللي لونها احمر دي، عامله زي الدامبل اللي هو بنلعب بيه رياضه. الحقيقه انا حاطط علامه استفهام هنا لان ما لقيتش ترجمه ليها او ما اسعفنيش الوقت يعني. امال ايه خليتين اللي فيهم النواتين دول؟ دول بنسموهم خلايا مساعده. ممكن بنقسم الثغور طبعا لشكل خلايا حارسه او وجود خلايا مساعده من عدم. بدون خلايا مساعده ما فيهاش زي الشكل اللي فوق، ما فيش خلايا مساعده، دي خلايا البشره على طول، انما هنا خلايا البشره اهي اللي هي المستطيله دي، وادي الخلايا الحارسه، لكن في خليتين مساعدتين اللي هما بالجنب ده، ادي واحده وادي واحده. طيب في خلايا مساعده؟ اذا وجدت خلايا مساعده بنشوفها بقى، ممكن تكون خليتين اتنين سواء متعامدتين او متوازيتين، هنشوف الاشكال دي كلها، او بتكون ثلاث خلايا او اربع خلايا او عديده الخلايا. تعال نبص مع بعض كده اهو، الشكل اللي قدامنا ده مفيش خلايا مساعده، الخلايا الحارسه فقط اللي هو عاملها باللون الاخضر. طب هنا ثلاث خلايا، طب هنا خليتين مساعدتين موازيين مع الايه؟ الخلايا الحارسه. طب هنا برضو خليتين موازيين مع الخلايا الحارسه. طب هنا اربع خلايا بالشكل ده، الاثنين اللي فوق دول صغيرين ودول اكبر شويه، هنا بشكل ايه؟ بيحيط بيها بكل الاشكال كانه شكل ايه؟ نجمي مثلا. هنا دائري بتبقى اكتر من طبقه، حلقتين يعني. هنا خليتين ولكن متعامدتين، بص الخليتين متوازيتين اهي، ادي واحده واحده زي دول، نفس الترتيب ده، الخط هنا واحد اهو، انما هنا تعامدت على الخلايا الحارسه. دي الاشكال المختلفه.
طب فلنفرض ان البشره دي اتقطعت نتيجه النمو الثانوي، يعني الشجره كبرت فهيتقطع، فلازم في نسيج اخر يتكون ليه؟ عشان يعمل عمل البشره يحيط بيها فيمنع فقد الميه وكذا وكذا وكذا، اللي هو مين؟ اللي هو الفلين او البريدرم اللي احنا قلنا عليه نتيجه الكامبيوم الفليني، الخلايا دي اللي هي بعض خلايا البشره القشره، خلايا القشره تتحول الى تستعيد قدرتها على الانقسام وتتحول الى كامبيوم اللي هو بيديني طبقة الفلين زي ما هنشوفه بالتفصيل بعد كده، وده عشان يحمي الايه الشجرة او النبات بعد تمزق البشرة نتيجة النمو الثانوي. يبقى ادي ملخص للأنسجة النباتية بشكل مبسط، طبعا هيبقى فيه فيديوهات بعد كده خاصة بكل نسيج لوحده اذا اسعى في الوقت ان شاء الله باذن الله. ادعو الله ان اكون قد وفقت، ان كنت وفقت فمن الله سبحانه وتعالى، وإن كنت أخطأت أو نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب، ولا تجعل في عملنا رياء أو سمعة. وإلى أن نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله، أترككم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.